النهارده الحقيقه يعني الواحد بيقضي اوقات سعيده معاكم، يعني ان شاء الله باذن الله تكون حلقه موفقه وتنول اعجاب حضراتكم دايما. لكن في الحقيقه الواحد برضو بيخلي يعني اتكلمنا على مواضيع كتيره جدا، وكل ما بيكون في بطوله للنادي الاهلي او الاهلي بيمر بايام استعداد لبطوله كبيره جدا جدا، بنلاقي محاولات من البعض لاثاره الاشاعات واثاره الاكاذيب بمعنى اصح، وعايز كمان يبقى في نوع من انواع التشويش على لاعبتنا وعلى جهازنا الفني قبل مباراه مهمه جدا جدا، وعارفين قد ايه هذه المباراه تمثل حلم للجماهير وايضا حلم للعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره، وكلنا بنحلم بهذه البطوله. فعشان كده يعني بنخلي الناس زي ما قالت سهام، احنا مش هنرد بالشكل المباشر على كل حاجه بتطلع تتقال، لكن لما الامور بتزيد عن حدها لا بنقف وقفه وبنتكلم وبنصارح حضراتكم، ودايما بنقول لكم الحقيقه، ودايما بنتكلم بعقلانيه وباحترافيه ونوع من انواع الاحترام والالتزام كمان للكرسي اللي احنا قاعدين عليه، لان دوت منبر كبير جدا وما يخص كيان كبير زي النادي الاهلي. عندنا يعني ملفات وهنناقشها مع سهام، الاشاعات الكتيره والكلام اللي بيطلع سهام على النادي الاهلي واللعيبه، اصل ده ماشي، اصل ده عنده كورونا، اصل الموضوع، اصل القصه، وكلها الواحد بيقرا الحاجات ديت وفعلا بيبقى بيضحك من جواه، لكن في نفس الوقت لازم ننبه جماهيرنا ولازم نقول، وقلنا الكلام دوت، عايزين نبقى سبورت للاعبتنا، بندافع على الكيان النادي الاهلي ولكن بهدوء، لان احنا سبيلنا الوحيد ان شاء الله للفوز بالبطوله والفوز بالمباراه ان شاء الله هو التركيز والهدوء.